السؤال اللي بيجي في أذهان المصريين دلوقتي هو متى تنتهي هذه الموجة الباردة؟ ومعانا على التليفون الأستاذ أحمد حسين رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية علشان يجاوب على هذا السؤال الهام. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بك. أستاذ أحمد، السؤال اللي بيتبادر إلى الأذهان، متى تنتهي هذه الموجة الباردة؟ بالنسبة لكل قطاعات الجمهورية ما عدا سيناء، الموجة إن شاء الله بإذن الله تنتهي بكرة. تنتهي بكرة. معنا النهاردة. هتستمر معانا النهارده وتنتهي بكره ان شاء الله. طيب بكره المفروض درجات الحراره تعود الى معدلاتها الطبيعيه ولا هيكون هناك نهايه متدرجه على عده ايام؟ لا، هتكون نهايه متدرجه، هتصعد حوالي 3 أو 4 درجات في كل انحاء الجمهوريه، هتزيد فترات سطوع الشمس، هتقل كميات السحب، الرياح هتهدى شويه الى حد كبير قوي عن النهارده، ومش هيبقى فيه كميات الامطار الشديده دي، الناس فعلا هتشعر بتحسن كبير ابتداء من بكره ما عدا منطقه سيناء. ايه الموقف هيكون في سيناء استاذ احمد؟ استمرار الحاله دي لان هو منخفض اتجه للشرق، ودلوقتي ما زال الامداد بتاع الهواء البارد والعاصفه ما زال متجه ناحيه شرق الجمهوريه اللي هي منطقه سيناء. وبالنسبه لسانت كاترين بالذات زي ما حضرتك قلت، سانت كاترين تتميز بارتفاعها مرتفعه جدا عن سطح البحر، فده اللي بيخلي العاصفه عليها تبقى اشد بكتير. طيب حضرتك بتقول لي ان هي هتتجه الى سيناء لان هذا المنخفض الجوي يتجه شرقا، امتى اهالينا في سيناء يشوفوا تحسن في درجات الحراره وفي الاحوال الجويه؟ هيحصل برضه تحسن تدريجي ابتداء من بعد كده من يوم الاحد او الاثنين، لكن هتفضل الطقس على العموم الجمهوريه بارد. بارد ولكن في معدلاته الطبيعيه؟ مش معنى كلمه تحسن اللي انا بقولها ان يعني هيجي موجات حاره او هتيجي صيف او بتاع، لا مفهوم. داخلين على فصل الشتاء، التحسن معناه ان الحاله اللي احنا فيها دلوقتي دي هتنتهي باذن الله، لكن ما زال الجو هيفضل شديد البروده، شديد البروده على كل الانحاء، لكن الظواهر المصاحبه ليه زي نشاط الرياح والمطر وكميات السحب الركاميه اللي موجوده هتقل. طيب احنا شايفين مشاهد معانا على الشاشه دلوقتي للثلوج وهي بتغطي مناطق من سانت كاترين، يعني مشهد بالنسبه للناس اللي بتروح سانت كاترين في الشتاء قد يكون معتاد ولكن ليس بهذه الكثافة. أستاذ أحمد، النهاردة بعض المواطنين في القاهرة وفي الإسكندرية حطوا صور لأحياء سكنية موجود فيها ثلوج أيضا في القاهرة وفي إسكندرية، إزاي أنتوا رصدتوا هذا الموقف يا فندم؟ ما هياش الثلوج اللي زي اللي موجودة في سانت كاترين، في فرق كبير بين شوية الحبيبات الثلج اللي نزلت على بعض مناطق الجمهورية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وبين الثلوج اللي موجودة في سانت كاترين. فرق كبير جدا، هتلاقي حتى في اللون وفي الشكل وفي حجم الحبيبات وفي تراكمها فرق كبير جدا. الثلوج اللي موجوده في سانت كاترين دي ثلوج ناتجه عن عوامل مختلفه تماما شديده الكثافه، لان زي ما قلت لحضرتك سانت كاترين مرتفعه عن سطح البحر والحراره بتقل مع الارتفاع، في سانت كاترين ممكن تكون دلوقتي في درجات حراره متدنيه جدا قد تكون صفر او اقل منها، انما بقيه المناطق ممكن تشاهد سقوط امطار على شكل حبيبات صغيره من البرد. طيب احنا النهاردة يعني يوم الجمعة، ناس كتيرة هو يوم أجازة بالنسبة لها، الحالة الجوية في الساعات القادمة خصوصا الكثير من المصريين قد يكون في ذهنهم دلوقتي بياخدوا قرار نخرج النهاردة ولا ما نخرجش، بالنسبة لبعض المحافظات يعني لو ممكن تطلعنا على الحالة الجوية، تساقط أمطار ولا هيكون في هذا اللي حضرتك سميته مش ثلوج بس احنا كمواطنين بنسميه ثلوج؟ هو الحاله الجويه سائده على معظم انحاء الجمهوريه، حتى اسيوط اللي حضرتك اتكلمت عليها المناطق الجنوبيه وحلايا ابو شلاتين وبتاع، الجو فيها يعتبر بالنسبه للوقت هذا الوقت من السنه يعتبر منخفض جدا واقل جدا من المعدل. فالنصيحه اللي بنوجهها للناس التزام البيوت بقدر الامكان، اذا كان في ضروره للخروج بالسياره نخلي بالنا احنا ماشيين من الامطار الحاكمه على الارض والميه إذا كان في ثلج هتبقى المشكلة أصعب شوية، القيادة بحذر شديد جدا طبعا. لازم تكون المساحات شغالة، لازم تكون العربية كويسة، الفرامل بتاعتها كويسة جدا. المطر هيستمر النهاردة يا أستاذ أحمد على محافظات الجمهورية؟ لغاية بكرة الصبح. لغاية بكرة الصبح.